فين؟ أنا قلقت ما لقيتكش جنبي، اتخضيت. أنت من إمتى بتشرب سجاير؟ علي خش نام يا حياة. أنام إزاي يعني وأنت عامل كده؟ مالك يا علي؟ قلقان. قلقان من إيه يا حبيبي؟ قولي وأنا أشيل عنك. أنا مش عاوز أشيلك الهم أنت كمان. أنت كده يعني طمنتني؟ ما أنت قلقتني من ساعة ما قمت من جنبي وقعد قعدتك دي. وبعدين أنا ملاحظة كده إن بقالك كام يوم مش على بعض. في إيه يا علي؟ اتكلم، ما هو أنا لازم أفهم. بكرة لازم أعمل اللي أخوك قال لي عليه. فواز؟ قال لك إيه؟ مشيت ورا دماغه وسبت له نفسي. بس بيني وبينك حياة أنا مرعوب أوي. مرعوب من إيه بس يا حبيبي؟ فهمني. بكرة حياتي يوم صعب أوي. خايف. خايف بدل ما أكشف ولاد الكلب دول تطبل على دماغي. تقصد الناس اللي بيزنوا عليك؟ وفي غيرهم كلاب يا حياة. ليه يا علي؟ ناوي تعمل ايه؟ اتأخرت كده ليه يا أستاذ علي؟ معلش، أول ما سألت على العنوان وصلت يعني. اتفضل استريح. الأستاذ محمد حسين أعتقد تعرفه كويس من صوره اللي عندك في الملف. أهلا وسهلا. أديني جيت لحد عندك زي ما طلبت يا أستاذ علي. عايزين بقى نخلص من الحكاية دي. الأستاذ علي من أكفأ الموظفين، وأعتقد يا باشا إن هيبقى له شغل معاك كتير قوي. وأنا عينيا ليه، بس هو يخلصنا. جبت فلوس؟ ملف معاك. اتفضل. وين الفلوس ايه؟ محدش يتحرك من مكانه. ايه ده؟ ماشي يا استاذ علي. احنا عملنا اللي انت عاوزه، فهمنا بقى ايه وراك تاني. انا بعرف انك شاطر وبتنقطع على الطاير، معقول كل هيدا وما فهمته شيء يا اودي؟ معلش يا باشا، اصل تفكيرنا لو هو على قده يعني خدنا على هادي. خصمك وخصمي واحد اللي هو فواز الصياد، وهو اللي اكل حقنا ولازم نرجع حقنا على الناشف. وانت مصدق ان فواز هيشربها على الناشف؟ فواز عقر ودماغه توزن بلد. ايوا احنا ثلاثة دماغنا بتوزن قارة بحالها. وبعدين ما تنسوا انكم ولاد عمه من لحمه ودمه، وبعدين هو بده تكونوا جنبه مش ضده. برضه ما فهمناش مكسبك انت فين يا عم الجن؟ اقول لكم انا بقى مكسب الجن فين؟ فواز العربية جاهزة يا حاج. ماشي يا شحاتة. اظن كده عدانا العيب وازح يا ابن عمي. ما تزعلوش مني يا اولاد عمي، انا ما احبش احكم عمياني، كان لازم اسمع واشوف بنفسي، دي الاصول. اديك يا عم سمعت بودانك وشفت بعينيك. اتاكدت من سلامه نيتنا يا فواز؟ الراجل كان هيدينا فلوس متلتله. والله كان جايب لنا مصالح لا ليها اول ولا اخر. ما تخليش الواحد يحتاج لحد. لا اله الا الله، معايا المكسب اكبر والمصالح اكتر وبما يرضي الله. ياه، ازاي يعني؟ من بكرة الصبح إن شاء الله تطلع على الشركة تقابلوا مرسي وشحاتة، وهم هيفهموك تعملوا إيه. نعمل إيه في إيه؟ يا ابني اسمع الكلام وروح الأول، وإذا عجبك الكلام اعمله، ولو ما عجبناش هيبقى لينا كلام تاني يا تسوقي. هيبقى لينا كلام تاني يا حبيبي، اهدى بس. يلا أنا رايح الشركة، تيجي أوصلكوا؟ لا اتكل على الله، ربنا يستر طريقك. أنا رايح مشوار رفيع على واد شعبان. مشوار رفيع؟ أمال أنت رايح تعمل إيه؟
حلوه حلوه الله حلوه حق الله. يلا بينا يا شحات. وسع يا عبد هو وسع وسع. يا نهار ابيض دمه خفيف يا ابن عمك ده يا اخي. يا اخيرا شميت نفس يا فندم. باللي انت عملته ده نجيت نفسك من فخي كان منصوب لك وكان محكوم على الاخر. فخ فخ ايه يا فندم؟ جواب من مجهول بيقول انك هتاخد رشوه من ناس ليهم مصلحه وكان محدد الميعاد والمكان. بس انت سبقت بقى وبلغت. يعني هما كانوا شفت بقى كانوا هيعملوا فيك ايه يا استاذ علي؟ طب هيستفيدوا ايه؟ دول كانوا هيموتوا على اللعبه دي. دول ما صدقوش نفسهم يا فندم ان انا وافقت ان انا اقابلهم. طبعا كانوا بيرموهولك عشان يثبتوا عليك الرشوه وتروح في 60 داهيه. يا نهار اسود. طب كانوا هيكسبوا ايه من الحكايه دي؟ بيقولوا يخلصوا منك واللي هيجي بعدك يمكن يكون اسهل. لكن انت طلعت اذكى منهم وقعتهم في الحفره اللي هم عملوها لك. لو ايه جبت صاحب المصلحه بنفسه. عملت كده ازاي يا استاذ علي؟ اه ما تقولش كده يا علي. انت جوز اختي يعني اخويا وربنا العالم معزتك عندي قد ايه يا علي. واللي انت عملته معايا كله بياكد على كده يا حاج. لا يا عم انا ما عملتش حاجه يا عم. انت هتورطنا. انا اديتك النصيحه وبس. نصيحه ايه؟ ده انت اديتني سكينه كانوا ناس ماسكينها وسننها وحاطينها على رقبتي وجبت لي رقبتهم تحت ايدي. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله يا عم. لا سكينه ولا دياولو. انت بس اللي قلبك ابيض ونضيف ومحترم عشان كده مالكش في السكك العوجه دي. ربنا يكرمك يا حاج. واضح ان انا عطلتك كتير بس كان لازم اجي واتشكر لك بنفسي وبقول ربنا يقدرني على رد جميلك اللي في رقبتي ده. الجميل ده انت بترده كل يوم طول ما انت صاين الامانه ومراعي ربنا في اختي. انا عارف انا عارف انك صاين الامانه وعارف انك بتعمل كل اللي تقدر عليه عشان تساعدها. انا عارف بحس. ربنا يخليكوا لبعض. خليك ليا يا جوز اختي. خليك يا حاج. شفت بقى اخويا قلبه عليك ازاي؟ فواز ده دماغه توزن بلد، ابن سوق كده وفاهم تدابير والعيب الناس دي وياما شاف من اللي زيهم. لكن دايما ربنا بينصره عشان قلبه طيب ونيته صافيه. وهو نصرك انت كمان يا علي. عارفه حياه اول ما عرفت اللي كانوا بيدبروهولي قلبي كان هيوقف. يا نهار اسود. يعني لو كنت سمعت كلامهم كنت رحت في 60 داهيه. لا يا علي، اللي معاه ربنا عمره ما ينضم ابدا. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. ايه يا علي هننسى كلام ربنا بقى ولا ايه؟ ونعم بالله يا حياه. بس ده كان كابوس. وهو انزح في داهيه الحمد لله. الحمد لله. اقول لك على حاجه يا حياه. قول يا علي. الكابوس مش في اللي كانوا عارضينه عليا. الكابوس كان فيا انا. اني اضعف واقف. ولا عمري اصدقها حتى لو انت اللي قلتها. بس الشيطان اشطر مني ومنك يا حياه. الشيطان صور لي حاجات كتير قوي وشال من دماغي حاجات اكتر. اول حاجه صورها لي الشيطان ده وشك كنت زعلانه مني عشان الفلوس مقصره معانا ولا حاجه. الحاجه التانيه انك تكوني طالبه مني حاجه وانا مش قادر عليها. تعرفي الشيطان صور لي حاجات غريبة كتير قوي منها إن سمعت صوتك بكلام عمري ما سمعته قبل كده خالص عن فلوس أخوكي وأبوكي والعز اللي أنت كنت عايشة فيه. يا كل ده طبق على صدري يا حياة وطاير النوم من عيني وخلى دماغي تودي وتجيب تودي وتجيب. يا مفيش أضعف من البشر والبني آدم يا حياة. كل الكلام ده كنت حاسة بيه سمعي علي من غير ما تقول. وده اللي كان واجعني قوي. تقول معقولة يا بت؟ معقولة علي فكر فيكي بالشكل ده؟ معقولة لسه لغاية دلوقتي معرفكيش؟ معقولة يا علي ما انتش فاهم ولا حاسس قد ايه انا بحبه؟ ايه؟ ايه؟ قلت ايه؟ ايه يا علي؟ انت
تتكلمي جامد. يا الله. طب بقول لك ايه؟ طب انت مش ممكن ابدا في مره. اوعى تكملها يا علي اوعى. يا خراشي. نعم. انا لو عشت عمري كله اتمنى حد يحقق لي نفسي فيه. عمره ما هيجي ربع اللي عشته معاك يا علي. ده كل حاجه. كل حاجه انا اتمنيتها يا علي. علي انت الراجل الوحيد اللي يملى عيني في الدنيا دي. طب علي صوتك كده. يا علي الله. علي صوتك. سماعي الجدران والبيبان. علي صوتك. ايه يا علي العيال تتسارع. ما تتسارع. يا راجل. خليهم يصحوا وييجوا يهتفوا مع ابوهم هنا. نطلع مظاهره ونهتف بحياتنا. الصياد. يا علي. ايه؟ ما يصحوا وييجوا يهتفوا معايا فليعيش الصياد. ما مصحيوش ليه؟ فليعيش الصياد. هننام ازاي دلوقتي يا علي؟ لو ما صحيوه. انا اسفه يا حاج. تعالي هنا. اصل الساعه بقت 8 وحضرتك هتعوز مني حاجه تاني النهارده؟ يا خبر. لا لا تقدري تروحي. معلش اخرناكي. لا عادي يا حاج. لو حضرتك قاعد انا ممكن اقعد يعني مفيش مشكله. لا لا انا اروح. انت يلا. مش عن اذنك يا هناء. نعم. خلي عربيه من الشركه توصلك. تعيش يا حاج. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت هنا لحد دلوقتي ليه؟ اديني ماشي اهو. خلاص هو لسه جوه؟ بقاله ساعه قاعد لوحده، لا بيستقبل مكالمات ولا عايز يشوف حد. بس انا كده شاكه ان في حاجه مضايقاه. يبقى اللي قاله مرسي صح. وهو مرسي قال يا شحاته. تاني هناء تاني. انا مش قلت لك خليكي في حالك؟ عامله زي القراده اللي حاطه بالخره في كل حاجه. انا قراده يا شحاته؟ يا ستي قراده حلوه. انا مش قصدي، بس قصدي استغفر الله العظيم بقى. يلا يلا نخش نشوف ماله. انت مش كنت مستعجله دلوقتي؟ ما تتكلي على الله. يلا يا ست اسمعي الكلام بقى، هتبقي انت واللي في البيت عليه. يلا يا شحاته. حاضر. مالكوا اتسمرتوا كده ليه؟ ادخلوا. اصل مش عوادك يا حاج يعني تفضل لحد دلوقتي. طيب يا اخي يبقى من حقي اعملها مره من نفسي. مالك يا حاج؟ انت حكايه ولاد عمك وحماك دي ضايقتك ولا ايه؟ مش عارف يا زكي، ساعه ما رجعت وانا مش طايق نفسي ودماغي مشغوله قوي. ما انا قلت لك يا حاج، قلت لك ان الراجل ده سكته مش عدله وكلها مطبات. اسكت يا شحاته، انا الراجل ده مش فارق معايا اصلا. امال في ايه يا حاج؟ برضو امال في ايه يا حاج؟ بنته. بنته يا زكي، بنته اللي في بيتي دي. لا حول ولا قوة إلا بالله، أعمل معاها إيه؟ طب وهي ذنبها إيه بس يا حاج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. ما هو ده اللي محيرني. خايف أشيلها ذنب أبوها وأبقى ظلمتها. وفي نفس الوقت خايف أقول ملهاش دعوة وأبقى ظلمت نفسي. في الآخر دي في الاخر دي بنته. بنته يا زكي، والمثل بيقول العرق يمد لسابع جد. واقلب القدر على فمها تتع البت لامها. ايه؟ اقلب القدر على فمها تطلع البنت لامها. الله يفتح عليك يا زكي، الله يفتح عليك. ممكن تسكت بقى يا شحاته عشان انا مش طايق نفسي؟ حاضر حاج.
لا بالشكل ده مش هتعرف تفكر يا حاج، انت لازم ترتاح علشان تعرف تفكر على رواقة. انت اللي علمتنا كده يا مدرسة. احنا نروح للحاج منعم المحل ونسهر معاه على القهوة، يمكن مزاجك يتظبط. يا ابني اسكت، بقول لك اسكت، الحاج منعم لسه مسويني بكلمتين دلوقتي. لا اله الا الله، تقول لي اروح له؟ يبقى الصومعة شلة زمان تفضفض باللي في قلبك وترمي ورا ظهرك. ها يا ريت يا حاج. أول ما جي بصولي فتنولي عليه وقالولي، أول ما جي بصولي فتنولي عليه وقالولي، إزاي بعد ما فرحني بيفرح في عزولي، إزاي بعد ما فرحني بيفرح في عزول، ده أول ما عدي بصولي فتنولي علي وقالولي، أول ما عدي بصولي فتنولي علي وقالولي، إزاي بعد ما فرحني بيفرح في عزولي، ازاي بعد ما فرحني بيفرح في عزولي، لا اقدر على بعد ابدا ولا احبش بعد ابدا، لا اقدر على بعد ابدا ولا احبش بعد وابك، يا ما ناديته وترجيته، يا ما ناديته يخرب بيته، انه يرق شويه ابدا، ما بيسالش ما بيسالش ما بيسالش عليا ابدا. الله 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 الله، ايش حياتك، ايه الحلاوه دي، فوقتنا والله. الله يخليك فعلا فوقتنا بجد. امال فين صفت يا يحيى؟ في الشغل النهارده، وصفت ابنه تعبان شويه. تعبان ازاي يعني؟ تعبان زي كل يوم، محد فاهم حاجه. ايه يا عم زاد، انت هتتزاك عليا ولا ايه؟ الكيف مناوله مش مقاوله. هات انت عمال بتتطفص فيه من الصبح، ما حدش كلمك، جت عليا سيبني بقى اوزن الطاسه خاصه. يا ابني خفوا بقى من الهباب اللي انتوا بتتعطوه ده، إذا ما كنتوش خايفين على صحتكم خافوا من ربنا. والله طول الوقت بنصحها يا حاج، بس هو اللي مش عايز يبطل. يبطل؟ انت هتفوقني يا زكي من الحجرين اللي انا شاربهم؟ بقول لك ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. خدوا بالكم، ما تعملوش زي الناس اللي والعياذ بالله نسوا الله فانساهم انفسهم. خلي بالك يا زكي من الحكايه دي. حاضر، احنا مع ربنا، خليك انت في حالك. اتقبلت يا ابني ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ قول الكلمتين دول لنفسه. اعملي فيها ورع قوي، واعملي بنته زريبه وجيب لي فيها اربع نسوان، ولا شرع الله. لم نفسك بدل ما يجي يقص لسانك الزفر ده. يقص مين يالا؟ يا ساتر يا رب. طب طمني عليه. ماشي، لا انا ماليش نصيب بقى، اشوفك النهارده. ولو عوزت حاجه صفه تقول لي. ماشي يا حبيبي. سلام عليكم. أكتر حاجة توجع القلب وجع العيال، ربنا يشفيهوله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا همشي، سلام عليكم. ما بدري يا حاج. كلام صفوت عن ابنه كابني أوي. ما أنت اللي داخل من الأول وشافتك نسيتك. ربنا يلطف بيك. يلا بينا يا شهادة. يلا بينا يا حاج. السلامة يا عم شحات. انت ايه يا ابني؟ انت عبيط ولا اتجننت؟ ولا احتمال ولا جايز ولا ممكن ولا اكيد، مش هتفرق، محدش فاهم حاجة. انت فاهم حاجة؟ ياه ده الصنف ده باينه شديد قوي. هات عنك عنك. خد يا زكي. كل الوقت صاحي لغايه دلوقتي؟
أنا بحاجة أحكي معك فواز. معلش خليها الصبح. معلش كرمالي فواز. ما في اوطى منها الواطيه. اه والله يا اختي يا موكوسه حتكون بتقول له اغر انها بتتنحنع يا هبله. بقول لك ايه يا اختي، هم اخواتك قالوا لك ايه بالظبط؟ قالوا لي ان هم فضحوا ابوها قدام الحاج وان كلامهم صادق وعندهم الدليل. بس كده بقى نوقف عند الكلمه دي بقى. اسكيوز مي بقى، هو بقى يا اختي ليه ما طردهاش طردت الكلبه هي واهلها؟ دخلت الحاجه عليها مش مريحاني، مبسوط رايق مش متنكد في زبالة. لا يا اختي مش زبالة والله، ده كان طالع على فوق يعني اكيد كان حيبات عند واحدة فينا. يا عبيطة يا عبيطة، ما هي برضك مش سهلة البت سوسة، خدته كده على مشامه اول ما دخل راحت مصطاده ومطلعه على فوق بدل ما يدخل عند واحدة فينا. يا عبيطة يلا يا خايبة، ما احنا كنا لازم نسمع اللي بيقولوه عشان نفهم هو بيفكر في ايه. اسمع لنا سهلة دي قوي، اتفضلوا معايا يلا بينا نتصنط عذاب. يلا اتفضل. لا يا اختي حد الله بيني وبين التصنيط، خلاص كفايه اللي حصل له. ايوه يا خيبه بس احنا لازم نعرف عشان نفهم. استني استني. مين؟ انا زينب يا ستي. عايزه يا بنتي يا زينب حاجه مهمه. دخليها خش يا اختي، انت لسه هتبقى نجي في ايه؟ انت عايزه احكي لكم على اللي سمعته. ما تطلعي ساعتها ليه؟ ماما قالت لي شو صار مع البابا، في اشياء كتير لازم تعرفها حتى تكون رايحة الضمير اتجاهك. اشياء زي ايه بقى؟ البابا طلب من الماما انه تخليني اتجسس عليك، كل شيء اعرفه عن شغلك ابقى بلغه اياه. وانت قلت لها ايه؟ طب رأيك شو قلت لها؟ انت حبتيني بجد ولا انت ايه حكايتك بالظبط؟ بالاول كنت فرصه لقلي مثل حياه لبنت، حياه لبنت عندها احلام كتير وحابه تحققها. فجاه طلع الانسان اللي بيقدر يحقق لها كل شيء قدامها، فتركت خطيبي. كنت بتحبيه؟ لو كنت بحبه ما كنت تركته لو معك كنوز الدنيا كلها. حب بيعمل اشياء غريبه بالبني ادم، شي بحياتي ما عرفته ولا صدقته غير من فتره قصيره. كلامك الليله دي غريب قوي، مش قادر افهمه غير كل كلامك اللي قبل كده. انت نفسك حاسك كانك واحده تانية، ايه اللي بيحصل؟ ما بعرف، انا نفسي ما بعرف شو بني فواز. انا مني انسانه بشعه تركت خطيبه كرمال اغنى منه، حتى لو المصاري كتير مهمه عند حياه لحدا، بس الست بالذات لما بتحب عن جد بتنسى كل شيء قدام لحظة سعادة مع اللي بتحبه. اسمعي يا مايا، كل اللي بيني وبين ابوك انت ومش هينفع يكون في حياتي تاني، وانت قدامك الاختيار، يا تعيشي معايا وتنسيه يا تروحي معاه وتنسيني. كرمال كل لحظة حلوة عشتها أنا وياك، كرمال كل لحظة حب عشتها أنا وياك فواز. آخر كلمة بقلك إياها، طلقنا يا فواز. لا تخانق معي ولا بهدلني ولا حتى جيب سيرتكم بشي عاطل. كل اللي عمله انه خيرني بينكم وبينه، وكانت النتيجه انه طلقني.
نفس اليوم يا فواز؟ نفس اليوم. يبقى هو هيك قصد يدمرني ويبهدل عائلتي. أي يوم؟ شو بتقصد يا بابا؟ احكي يا سليم، انت من ساعة ما رجعت من برا وانت مانك عبادك، حتى من قبل ما تيجي وتعرف بمصيبتها. يا جماعة، البنك حجز على كل مصرياتي وبيروت أعلنوا إفلاسي. شو؟ فلست؟ فرصة العمر ضاعت، والسبب ابن هالكلب. فواز ما إزاك بشي، انت الكلب بدك تبيعه للناس ببيروت. على فكرة فواز عارف كل شي، عارف اللعبة من أولها لآخرها، هو اللي قلع هالحكي. قلت لك إنه ما نساكن؟ قصدك مش عبيط يا ماما، نحنا اللي تمعنا وهينا هلأ عم ندفع الثمن. حما تصلك صلاة، أمي وليه من قلقتي؟ أمي! أنا أصلاً ما بقى طايقة العيشة هون، أنا راح على بيروت بركي برتاح منكن. يلا، وانت كمان هتسافري معها، والشقة هيدي راح بيعها عشان أعمل من مصرياتها مشروعي. بدك تبيع البيت اللي لا منا؟ شو بدك ياني عقدة للنسوان؟ أنا لازم أشتغل مشان حل كل المصايب اللي فوق راسي. معنا هوني ما بدك تتركك لحالك. فاتية فهميني، فواز الصياد فلسني، بهدلني، طلع بنتي، فهمي لازم أعد له هون وخلص كل مشاكلي معه، وبعدين شوف مين فينا حيضحك في النهاية. الشيك ده هتوصله البيت سليم لشقر، هتسلمه المايا. مايا يا زكي، مش أمه مايا ولا أبو مايا، مايا في إيديه. حاضر يا حاج، فهمت. بس إيه ده، أنت خلاص؟ ما تنساش تقضيها على الوصل. وصل؟ طب ولو سألوني ده بتاع إيه أرد أقول لهم إيه؟ كل حقوقها اللي ليها عندي. خلاص، أنا مش عايز الحكاية دي أي ديول، عايزها تخلص خالص. أوامرك يا حاج. وتخلص وتجيلي على محل أبويا، عايزين نقعد مع بعض نتفق ونخلص حوار الدفليه ده. آه صحيح، الموديلات الجديدة جهزت ومستنية بس إنك تختار أنهي منها اللي هيتعرض. البركة. ماشي، يبقى إحنا نطلع على أبويا ناخده ونطلع على المصنع، وخلي مرسي يسبقنا على هناك، مش حتى ما يخلص مع أولاد عمي يبقى يحصلها. طيب، ده واجب الشغل وفهمناه، واجب الصحوبية بقى. ده واجب الصحوبية معود. عايز فلوس؟ لا فلوس ايه، خيرك مغرقنا يا حاج. انا عايز اسالك سؤال واحد. سؤال ايه؟ انت حبيتها ولا ايه؟ انت فاكرني يا عم زكي ما عنديش مشاعر يعني ولا حاسس؟ مفيش واحده اتجوزتها لما اكون حسيت بيها. اي واحده اتجوزتها لازم اكون حسيت بالحب معايا. هتقولي معقوله لما تحب الاربعه وحسيت بالاربعه؟ معقوله؟ ايوه بحب الاربعه، ربنا يبارك لي فيهم يا رب، وبحس بالاربعه. الراجل يقدر يحب اربعه؟ مش كل راجل يروح يحب لي اربعه يعني، ولا يعني مش كده يعني، بس الراجل يقدر يحب اربعه لو عايز يقدر. كانش ربنا قال له اتجوز اربعه وخلى الراجل يتجوز اربعه؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ هي بس هزتني يا زكي، هزتني بكلامها وقعدت تعيط، وانا دموع الستات دي بتهزني يا زكي. سبحان الله، بتبقى زي ما ربنا خلقها على طبيعتها، ضعيفة، ودي أحلى حاجة فيها، دي أحلى حاجة فيها. في طبعاً بتقول لك لا، أنا ما بينش ضعفي قدام الرجل، ما ينش دموعي. عبيطة عبيطة، لأن كل ما هي زاد ضعفها قدامه كل ما هو حس برجولته ومسؤوليته ناحيتها. تخيل، هو الإحساس عنده هو بيجي من عندها هي. بس هم ما فهموش كده، مش كلهم طبعاً. الحمد لله. يلا يا زكي، راحت لحالها، راحت لحالها.
مدرسة، علي النعمة مدرسة. السلام ورحمه الله وبركاته. هني لك شهر مبارك وحلو. ازيك يا حاج، عامل ايه؟ انا الحمد لله في نعمه، الحمد لله والشكر لله. ايه يا عم الغيبه الطويله دي كلها؟ معلش يا حاج والنعمه، كنت مشغوله شويه الفتره اللي فاتت، بعد ما انت عارف الدنيا تلاه. ربنا يغنيك بحلوها ويكفيكي شر مرها. الله يخليك يا حاج، والنبي يسلم في امك. والنعمه كنت محتاجه الدعوه دي جدا. خلاص ليك عليها، كل ما جينا هنا هدعي لك دعوه زيها. بس انت بتقولي ما تطوليش الغيبه. حاضر، انا الاثنين. بقول لك النبي يا حاج، كنت عايزه اشربين كده بس يكونوا حلوين يعني، يستحملوا معايا شويه الفتره. كل بضاعه المحل تحت امرك، كل اللي انت محتاجاه. ولا امرنا يا حاج. احلى طقم طلع عندك بسرعه. من عيني. لا مش ناويين نكمل كلامنا ولا ايه؟ ما انا اللي عندي قلته وانت سمحت. بس اللي عندنا انت لسه ما سمعتهوش. احلى طرح يا حاج. طب روح لاقي بقى كل اللي يعجبك. بس انا عايزه حاجه تستحمل معايا شويه، مش عايزه حاجه اي كلام. لا ما تقوليش كده اي كلام، ده ايه؟ احنا كل القماش بتاعنا بتاع بلده. دول حلوين. قولي بقى بكام دول يا حاج؟ ايه ده ايه ده ايه ده ليه كده؟ هتخليني ازعل منك؟ انت جاي تشميني في محل اكل عيشي. اديك قلت اهو، محل اكل عيشك، يعني انا مش همشي من هنا غير لما ادفعك وادفع ثمن الحاجه اللي انا خدتها. يا ستي ثمنهم واصل. لا ما وصلش، وانا مش همشي غير لما ادفع. ولا عايزني اسيبهم؟ اسيبهم. طب استني بس، انت مالك حاميه قوي كده ليه؟ يا ساتر يا ساتر. لا 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 ما احبش كده، ما احبش كده. خلاص تعالى يا ابني حاسب الست واعمل لها خصم 90%. ايه؟ 99%.